السلام عليكم. كيفية تركيب برنامج سكايب؟ في البداية نفتح المتصفح ونكتب www.skype.com. نضغط الإدخال حيفتح لي الصفحة بتاع سكايب، وبعدين نختار داونلود سكايب. مفترضين طبعا نحن الجهاز الأوبريتنج نظام التشغيل اللي عندنا اللي هو ويندوز. هنضغط على Get Skype for Windows Desktop. يقوم بتحميل ملف سكايب سيتاب، الملف اللي نحتاجه في عملية تنصيب برنامج سكايب على حسب سرعة الجهاز وأيضا على حسب الكونكشن بتاع الإنترنت. بعد ينتهي تحميل انتهاء من عملية تحميل الملف، نضغط الملف اللي قمنا بتحميله، حيفتح لنا الصفحة التالية. نختار اللغة، طبعا عندك خيارات اللغة مفتوحة. هذه اللغة اللي إذا كان الواجهة بتاع البرنامج سكايب، إذا كانت تحب الواجهة باللغة العربية أو تتركها باللغة الإنجليزية، نحن حنفضل حنخلوها باللغة الإنجليزية. next أو موافق. استمر. continue. عملية تبدأ عملية تنصيب برنامج سكايب على جهازك، تعتمد على سرعة الإنترنت وكذلك على سرعة الجهاز. انتهت عملية تنصيب أو تحميل برنامج سكايب على الجهاز. هذا إذا كان عندك أكاونت ممكن أو حساب موجود على سكايب ممكن تستخدمه، أو اذهب لتحت لوطة نضغط على Create an Account حتى نفتح صفحة جديدة. الصفحة اللي نحن مطالبين أن نحن نقوم بتعمية نموذج، يعني حنلعب نقوم يعني بإدخال الاسم الأول، اسم العائلة، وأيضا الإيميل أو البريد الإلكتروني. لابد يكون عنده بريد إلكتروني موجود، وبعدين نعيد كتابة البريد الإلكتروني. لابد يكون البريد الإلكتروني وعدد كده يكون متوافقات. بعدين بعد انتهاء من الجزء الأول ندخل للجزء الثاني، هو بعض المعلومات مثل فيها تاريخ الميلاد والجنس والبلد والمدينة واللغة. ندخل تاريخ الميلاد، اليوم وليكن 1 على سبيل المثال 1/1/1990. ميل البلد ليبيا، يمكن استخدام أي دولة. المدينة بالتأكيد بنغازي. اللغة الإنجليزية نتركها كما هي. نترك خانة الموبايل نمبر فاضية. ننزل لاستخدامك للسكايب، حيكون بيرسونال اللي هو الخيار الأول. هنا حتكتب السكايب نيم اللي تحب تستخدمه، هو حيعطيك مجموعة مقترحات. الاسم هذا لابد يكون يونيك، يعني مميز، ما فيش كيف، يعني وحيد في الإنترنت. هنا ندخل كلمة الدخول. كلمة الدخول يجب أن تحتوي على الأقل حرف واحد، يعني letter. نكتبها من جديد. هنا طبعا حيطلب مني كتابة الكود اللي نشوف فيه قدامي. حنكتب 9158. اوكي هذه واضحة، مسافة UTCEDE. طبعا على حسب كل واحد حيجي وحدة مختلفة عشوائية هتكون. نضغط عليه موافق. هتطلع الشاشة التالية، معناه احنا نجحنا في عملية تكوين حساب جديد للدخول او الاستخدام الحساب اللي كونناه توا على سكايب. هذه الخطوة حنستخدمها ديما، كل ما ندخل لسكايب حنقوم بنفس العملية. اسم المستخدم، كلمة الدخول اللي كونناها مع اسم المستخدم. نضغط على ساين ان، حتفتح الصفحة التالية، حتظهر لي هذه. طبعا حتظهر في البداية فقط عند دخولك لحسابك لأول مرة. اضغط على continue. هنا في امكانك دير تيست للسبيكر وايضا للمايك. نضغط continue.
بإمكانك أن تضيف صورة مثلا للبروفايل بتاعك. ناخذ صورة مثلا ولتكن الصورة هذه. هذه بياناتك اللي حتظهر للمستخدمين، حتكون على الشكل التالي: اسمك، وإذا كان أنت أونلاين ولا لا، والنيم في ليبيا، وفي نفس الوقت هذه الخلفية بتاعك أو هذه الصورة بتاعك اللي حتكون مرتبطة مع البروفايل بتاعك. هذه الصفحة الرئيسية للسكايب، لكل ما ندخل على سكايب حتكون على الشكل التالي. لكيفية إضافة حساب بنغازي سكايب سكول، نضغط من القائمة على الشكل التالي، أو نضغط على علامة البحث. هنا حندخل حساب بنغازي سكايب سكول، اللي هي سكايب سكول دوت بي اس اس، ونقوم عملية البحث في سكايب. طبعا حتكون وحدة اللي هي سكايب سكول، هيكون الاسم وحيد نضغط عليه في السكايب. ندير له اد كونتاكت، وهنا اذا كانت تحب ترسل رسالة ممكن تقول له مثلا انا عندي طالب يرغب مثلا في الانضمام للصف مثلا، وليكن الاول او الثاني او الثالث، يعني بعض المعلومات. هذا السكايب طبعا، الحساب طبعا، ارسلت انت طلب للاضافة او للصداقة. نستنى شوية حتى يتم قبول طلب الاضافة. نحن كنا محظوظين، الاخ والاخت المسؤول على اكونت سكايب، اكونت بتاع السكول كان اونلاين في اللحظة اللي كنا نقوم بعملية التسجيل. حيرسل لك رسالة: مرحبا بكم، اي صف تود دون اشتراك؟ وهنا ممكن تستخدم، هنا خلاص تستخدم الاكونت هذا في عملية التواصل مع السكول. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.